السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم عندنا عرض لواحد الشقه جميله تتواجد على شارع الترام، شارع محمد السفساف قرب مدرسه فاميليا كما كتشوفوا معايا. تتواجد في موقع ممتاز، جميع المرافق متوفرين، كل شيء كاين حداك. قبل ما نبدا في التفاصيل ديالها كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، وعلى الكلام الطيب اللي دائما كتقولوا في حقي، شكرا لكم. مرحبا بالناس اللي دخلوا جداد، ومرحبا بالجاليه المغربيه ديالنا، واكيد المغاربه ديالنا داخل الوطن اللي دائما متبعيني ومشجعيني، شكرا لكم، الله يجازيكم بخير على بركه الله. كما كتشوفوا معايا على لونطري كنلقاو سيجور اون فاس، معاه كاين صالون، فيها صالون، جوج البيوت، لا كويزين، الحمام، وفيها سيجور. عندها جوج واجهات مشمسه على طول النهار. غادي نخلي لكم الرقم ديال صاحبه الشقه، تواصلوا معها مباشره والله ييسر الامور للجميع يا رب. بالنسبه لهاد الشقه تتواجد في الدار البيضاء قرب مسجد البوكاري، وجات قريبه لمدرسه فاميليا، تتواجد على شارع الترام، شارع محمد السفساف. ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا جميع المعلومات وجميع التفاصيل بخصوص هذه الشقه هذه. انا غادي نذكر معكم المعلومات كاملين، وغادي نخلي لكم الرقم ديال صاحبه الشقه، ما عليكم الا تواصلوا معها مباشره للمزيد من المعلومات، وجيو شوفوا الشقه والله ييسر الامور للجميع يا رب. كما كتشوفوا معايا هذا هو الصالون، تبارك الله كبير، صباغه ديال الخيال. بالنسبه للاصلاحات راه مصلوحه. بالنسبه للمتراج فيها 78 متر، عندها جوج واجهات شميسه على طول النهار. بالنسبه للشقه تتواجد في حي البركه قرب مسجد البوكاري أنفاس مع مدرسة فاميليا، عندها جوج واجهات شميسة على طول النهار. كما كتشوفوا معايا هنا راه كاين بالكو في الصالون، وتتواجد على شارع محمد الزفزاف، الشارع ديال الترام كما كتشوفوا معايا. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون كنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه حتى نتوما بدوركم. الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. شقة جميلة ما شاء الله، فصالتها زوينة، ما ضيع فيها حتى شي حاجة في الفصالة، فالله ييسر الأمور للجميع يا رب، والله يسهل على الجميع، أي واحد كيتمنى شي حاجة الله ييسر لي فيها يا رب. وغادي نعود معاكم المعلومات بالنسبة لهاد الشقة هادي، تتواجد في حي البركة قرب مسجد البوكاري، تتواجد على شارع محمد الزفزاف، شارع ديال الترام قرب مدرسة فاميليا. بالنسبة للمتراج 78 متر، الثمن ديالها هو 66 مليون، قابلة للتفاوض. تتواجد في الكاتريام ايطاج، الناس اللي مهتمين مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا مع صاحبة الشقة والله ييسر الامور للجميع يا رب. بالنسبة للشقة فيها صالون أنفاس، معاه كاين سيجور، فيها جوج البيوت. بالنسبة للصالون راه فيه البالكو، وكاين الدوش، كاين لاكوزين، تبارك الله حتى هي ما شاء الله زوينة. بالنسبة للإصلاحات راه آخر ما كاين في الإصلاحات، فاللي مهتم مرحبا، ما عليكم إلا تواصلوا مع صاحبة الشقة. غادي نخلي لكم الرقم ديالها في الأول لا فيديو، والله ييسر الامور للجميع يا رب، والله يسهل على الجميع.
خليكم على فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات بالنسبه لهاد الشقه وحتى الشقق اللي غادي نذكر معكم في لا فيديو. الناس اللي مهتمين مرحبا. الشقق اللي مازال متوفرين غادي نذكرهم معكم وحتى الشقق اللي تباعوا باش تعرفوا الشقق اللي مازال متوفرين. بالنسبه للكوزين ما شاء الله كبيره كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للشقه راه عندها جوج واجهات يعني الشميسه على طول النهار. بالنسبه للشقه اللي ستتواجد في حي البركه بروميير ايطاج تباعت والدوزيام ايطاج تباعت. مازال كاين عندنا شقق في حي البركه راه شاركتهم معكم اللي مهتم مرحبا. بروميير ايطاج راه مازال متوفرين. وبالنسبه للشقق اللي تتواجدوا عندنا في شارع محمد زفزاف تباعوا بروميير ايطاج دوزيام ايطاج وتروازيام ايطاج. وتباعت الشقه اللي تتواجد في اقامه واليلي بروميير ايطاج تباعت. مازال كاين عندنا شقق في اناسي. كاين عندنا بروميير ايطاج جات قريبه للترام ثلاثه البيوت وصالون. ومازال كاين عندنا بروميير ايطاج في السلام واحد حتى هي مازال متوفره. بروميير ايطاج والثمن ديالها هو 27 مليون قابله للتفاوض. الله يجازيكم بخير. الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وباش تشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارتمنت في متناول الجميع غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. بالنسبه للشقق اللي تيتواجدوا عندنا في البرنوسي القدس راه مازال متوفرين. مازال كاين عندنا دوزيام ايطاج كاين عندنا بروميير ايطاج وكاين عندنا كاين عندنا سفليه. كاين عندنا شقه سفليه متراج كبير. وبالنسبه بالنسبه للشقه اللي تتواجد في لا جيروند راه مازال متوفره. شقه جميله متراج كبير اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للشقه اللي تتواجد عندنا في سيدي مومن حي النهضه دوزيام ايطاج تباعت. ومازال كاين عندنا شقق في اقامه نور سيتي الدار البيضاء. شقه مازال كاين عندنا بروميير ايطاج كاين عندنا تروازيام ايطاج. بالنسبه للسفليه حتى هي مازال متوفره. ومازال كاين بالنسبه للدوزيام ايطاج تباعت والتروازيام ايطاج تباعت. فكنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. فإلى عجبكم المحتوى الله يجازيكم بخير ما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وباش تشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب الله يجازيكم بخير. اللي ما جاوبتوش يعاود يتواصل معايا باش يطلعوا لي الارقام ديالكم. وراه نفس الرقم اللي تتواصلوا معايا في الواتساب راه فيه مكالمه عاديه تواصلوا معنا راه غادي نجاوبكم. اللي ما جاوبتوش في الواتساب يعيط لينا في نفس الرقم راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. مرحبا بالناس اللي باغين يعرضوا عندنا العقار ديالهم مرحبا. ما عليكم الا تواصلوا معنا على الرقم اللي كنخلي لكم دائما اسفل الفيديو. والله ييسر الامور للجميع يا رب والله يسهل على الجميع. اي واحد كيتمنى شي حاجه الله ييسر لي فيها يا رب. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. ذكرت معكم المعلومات كاملين. المزيد من المعلومات غادي نخلي لكم الرقم ديال صاحبه الشقه تواصلوا معها مباشرة. والله يسهل على الجميع يا رب. إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.